سؤال رقم واحد. التشوير الطرقي الخاص بالدراجات النارية كيطبق أيضا على الدراجات بعربة جانبية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال رقم جوج، هذا التشوير الطرقي كيعني أصحاب الدراجات النارية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الدراجات العادية، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم ثلاثة، هاد العلامة كتعلم على مدار دائري. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية لمن؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم أربعة، هاد العلامة كتشير للسرعة الدنيوية الإجبارية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. هاد العلامة كتعني أصحاب الدراجات النارية. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم خمسة، هاد العلامة كتشير على أن هذا الطريق الولوج لها مقنن. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. أصحاب الدراجات النارية يمكن لهم ياخذوا هذا الطريق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم ستة، سير زوج دراجات متجاورين في وقت واحد مسموح في التجمعات السكنية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. خارج التجمعات السكنية، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم سبعة، هاد العلامات كتعني أصحاب الدراجات النارية. نعم الجواب واحد، لا الجواب اثنان. من الواجب على أصحاب الدراجات النارية التخفيض من السرعة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم 8، من بعد هذه العلامة السرعة كتصبح محددة ب 50 كيلومتر في الساعة بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج.
سؤال رقم 9. في هذا المنعرج القوة النابضة كتشر صاحب الدراجة النارية للجهة ديال اليمين. الجواب 1. للجهة ديال اليسر الجواب 2. سؤال رقم 10. استعمال مفتاح إقلاع السيارة ستارتر كيزيد من كمية استعمال الوقود. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. من التلوث. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. سؤال رقم 11. مسموح نقل في المقعد الجانبي بالغ. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. طفل. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. سؤال رقم 12. هاد العلامة كتعلم على خطر عدم التحكم في الدراجة. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. من الأفضل نقص من السرعة. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. سؤال رقم 1. هاد العلامة كتعني جميع أصحاب الدراجات. الجواب 1. أصحاب الدراجات العادية فقط. الجواب 2. أصحاب الدراجات النارية. الجواب 3. سؤال رقم 2. للحفاظ على البيئة وعدم القيام بالضجيج يمكن تجديد جهاز انفلات الغازات. الجواب 1. ندخل تغييرات على جهاز انفلات الغازات. الجواب 2. نتجنب نزيد في السرعة بطريقة خشنة. الجواب 3. سؤال رقم 3. في هذا الممر ما يمكنش لصاحب الدراجة النارية السير بأكثر من 80 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 60 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. هذه العلامة كتشير لممر ممنوع على الدراجات النارية. الجواب 3. إجباري على الدراجات النارية. الجواب 4.
سؤال رقم 4. نقل طفل عمره أقل من 5 سنين على الدراجة النارية ممنوع. الجواب 1. مسموح به في المقعد الجانبي. الجواب 2. سؤال رقم 5. الممر اللي على لمن مخصص للدراجات العادية. الجواب 1. للدراجات النارية العادية. الجواب 2. للدراجات النارية السريعة. الجواب 3. للعربات. الجواب 4. سؤال رقم 6. وضع الخوذة أو لا ربط حزام السلامة إجباري في المقعد الجانبي. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 7. من الواجب على صاحب الدراجة النارية ياخذ هذا الطريق باش يتجه الفاس. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 8. هذه العلامة كتشير على أن التجاوز ممنوع على أصحاب السيارات وحدهم. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. العلامة كتعني أصحاب الدراجات النارية. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 9. في الشتاء مسموح السير بدراجة كتوفر على عجلات بمسامير مثبتة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 10. لصياغة دراجة نارية ذات عجلتين أسطوانة 125 سنتيمتر مكعب، من الواجب تكون كتوفر على رخصة السياقة من صنف ألف. الجواب 1. رخصة السياقة من صنف ياء. الجواب 2. رخصة السياقة من صنف ألف وياء. الجواب 3. سؤال رقم 11. هذه العلامة كتعلم على مقربة من المطار. الجواب 1. خطر هبوب الرياح. الجواب 2. مسار الدراجة يمكن له يتغير. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 12. دراجة نارية بمقعد جانبي يمكن لها الدور على اليسر. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2.
سؤال رقم واحد. في هذا المنعرج وضعية الراكب الخلفي صحيحة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال رقم جوج. في حالة عطب مؤشرات تغيير الاتجاه، من الواجب الإشارة لتغييرات الاتجاه بمد اليد. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. يمكن لي ننتظر الفحص الجاي باش نصلحها. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم ثلاثة. الخودة يمكن لي نشريها مستعملة. الجواب واحد، من الأفضل نغيرها كل 5 سنين. الجواب جوج، من الواجب نربطها. الجواب ثلاثة، ماشي إجبارية في المدينة. الجواب أربعة. سؤال رقم أربعة. سير زوج دراجات متجاورين في وقت واحد مسموح به، غير من تكون طريق في اتجاه واحد. الجواب واحد، ما مسموحش بالمرة. الجواب زوج. سؤال رقم خمسة. لتجنب التعب، من الواجب على صاحب الدراجة ياخد الكثير من القهوة مع بعض المقويات. الجواب واحد، أخذ وضعية جيدة للسياقة. الجواب زوج، السير بسرعة. الجواب ثلاثة، أخذ قسط من الراحة على رأس كل ساعتين. الجواب أربعة. سؤال رقم ستة. لوازم صاحب الدراجة النارية كتمكن من حمايته عند السقوط. الجواب واحد، تحميه من تقلبات الطقس. الجواب زوج، كتزعجو مني كيبغي يزيد في السرعة. الجواب ثلاثة. سؤال رقم سبعة. المراقبة زيت المحرك، من الواجب تكون الدراجة واقفة على الركيزة الوسطى. الجواب واحد، المحرك بارد. الجواب جوج، واقفة في طريق منبسطة. الجواب ثلاثة. سؤال رقم 8. سلسلة مزيرة بزاف كتسبب في سخونة سريعة. الجواب واحد، في تلاف الأسنان لبينيون. الجواب زوج، كتبقى مشدودة بشكل مزيان. الجواب ثلاثة.
سؤال رقم 9. الاختلاف في الصوت بين الأشعة للعجلة كيكشف على توتر سيء ديال الأشعة. Mauvaise tension. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 10. يمكن لي ننقل معايا على الدراجة طفل زائد بالغ. الجواب 1، بالغين. الجواب 2، بالغ 1 فقط. الجواب 3. سؤال رقم 11. دراجة محملة كتزيد من المسافة اللي بين العجلة والأرض. الجواب 1، كتغير من انضباط الدراجة على الطريق. الجواب 2، من الواجب الزيادة في ضغط العجلات. الجواب 3، التأكد من أن النوابض ماشي صلبة. الجواب 4. سؤال رقم 12. أحوال الطقس يمكن تكون عندها تأثير على قدرات السياقة لصاحب الدراجة النارية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2، من الواجب عليه يكون مجهز لهذا الغرض. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. سؤال رقم 1. بالليل إذا كانت الدراجة محملة من الواجب التأكد من ضبط الأضواء. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 2. مسافة الفرملة كتتعلق ب وزن الدراجة. الجواب 1، مهارة السائق. الجواب 2، وقت رد الفعل. الجواب 3، حالة الفرملة. الجواب 4. سؤال رقم 3. توازن سيء لمقدار الفرملة ديال الكابح ديال القدام وديال الخلف كيمكن يتسبب في تثبيت العجلات. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال رقم 4. الوضعية الجيدة للسياقة كتجلى في أيدي مبنية. الجواب 1،
الساق والركبة مشدودتان مزيان بالخزان. الجواب زوج. القدم مشدود مزيان. الجواب ثلاثة. سؤال رقم خمسة. للحد من القوى النابدة، من الواجب على صاحب الدراجة النارية يميل الدراجة في اتجاه داخل المنعرج. الجواب واحد. يزيد في السرعة داخل المنعرج. الجواب جوج. ينقص من السرعة داخل المنعرج. الجواب ثلاثة. سؤال رقم ستة. حركة السير بطيئة في الصف اللي كانت واجد فيه، يمكن لي نمشي بين زوج صفوف من السيارات. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. السؤال رقم سبعة. في منعرج وضعية سيئة للراكب الخلفي للدراجة يمكن تسبب في انزلاق الدراجة. الجواب واحد. في تلف النوابض. الجواب زوج. من الواجب على الراكب الخلفي ياخذ نفس وضعيات السائق. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة. سؤال رقم 8. كتمكن الأحذية من حماية القدم والساق من البرد. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. من الحروق الناتجة عن جهاز انفلات الغازات. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة. سؤال رقم 9. في وقت ممطر خطر الانزلاق او السقوط كيصبح اكبر فوق الخطوط المرسومة على الارض. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. فوق سدادات على الارض. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب اربعة. سؤال رقم 10. على مسافة طويلة التعب تيجي بسرعة أكبر عند سياقة سيارة. الجواب واحد. أو دراجة نارية. الجواب جوج. سؤال رقم 11. لسياقة دراجة نارية هاد الوضعية ديال القدم مزيانة. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. سؤال رقم 12. بالليل
قبل الانطلاق من الواجب التأكد من ضبط واستعمال الأضواء. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. ارتداء لباس خافق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.